واروح معاك كده للبدايه لفريق طلائع الجيش صاحب الارض النهارده، وعايزه اعرف منك يعني الكرات العرضيه اللي ابتدى يعتمد عليها الكابتن عماد النحاس اخر لقاءين قدر ان هو يحرز 6 اهداف. هتكلم طبعا عن مباراه حرس الحدود كمان في مسابقه الدوري، قدر يفوز بنتيجه 3-2، غزل المحله قدر يفوز بنتيجه 1-0. النهارده كابتن عماد النحاس ممكن يستخدم نفس السلاح ايضا؟ اكيد هو السلاح الابرز حاليا، هو عاده الفرق الدوري المصري لما بيبقى الامور في المراحل الاخيره بتبدا تلجا يعني الجمل المبسطه تكتيكيه، ما بقاش في شغل كتير من المدرب لان الوقت ما بيستحملش. كابتن عماد النحاس لا يعني عمل المقوله بتاعه المدربين الانجليز اللي هو جيت باك تو بيزكس، خلاص انا هلعب على الكرات العرضيه والكثافه العدديه، لدرجه ان الفريق في اخر مباراه امام حرس الحدود ارسل 26 كره عرضيه ولعب ما يقرب من 73 كره طوليه. دي اللقطات اللي معانا من مباراه حرس الحدود في الدوري، دائما وابدا ما بيلجا للكره الطوليه اللي في عمق الدفاع ثم بعديها على طول يتبعها كره عرضيه. هنلاقي ان كل خطوره فريق طلائع الجيش في الفتره اللي فاتت دي عن طريق الكرات العرضيه دائما وابدا، كثافه عدديه داخل منطقه الجزاء عن طريق ثنائي خط الوسط بيصعد منهم لاعب بيخش منطقه الجزاء والطرفين بتوع الفريق، لان دايما عنده الكثافه الهجوميه داخل منطقه الجزاء، لان زي ما بقول لك الفرق في المباريات الاخيره او في الامطار الاخيره من الدوري بيبقى صعب جدا ان يشتغل شغل في نوع من انواع الجمل التكتيكيه او خلق المساحه، فبيلجا دايما. هتلاقي دي مباراه حرس الحدود اكتر من هدفين، الهدفين من الكرات العرضيه واكتر من هجمه في من الكرات العرضيه، دي مباراه الشرقيه برضو الهدف الاول من الكرات العرضيه. فبالتالي كابتن عماد النحاس بدا يلجا للسلاح المضمون زي ما بيقول، سلاح ما فيهوش شغل تكتيكي كتير، شغل ما فيهوش شغل تحفيز كتير، بيحط اكبر عدد من اللعيبه داخل منطقه جزاء المنافس، بيفتح الملعب لانه عشان كده برضو لجا في المباريات الاخيره بشكل ما للعب بدفاع ثلاثي عشان يستفيد من الظاهرين بتوعه او الوينج باكس بتوعه او الظاهرين الاجنحه بتوعه اللي بيستفيد يعني بيعتمدوا بشكل كبير او بيتمتعوا بقدرات هجوميه كبيره سواء كان متعب في الشمال او زولا في اليمين. فانا بشوف ان النهارده هتبقى برضو جزء كبير جدا منها، لان على الجانب الاخر فاركو عنده مشكله في الكرات العرضيه. فبالتالي انا بشوف ان رجوعا لسؤالك هو سلاح عنده وبيصادف هذا السلاح نقطه ضعف كبيره عند فاركو في الكرات العرضيه بالتاكيد.